رأيك في رأيك هل تعرضت لي الظلم في النادي الأهلي أم راضي عن مشوارك في القلعة الحمراء؟ أولا هو الحمد لله على كل حال يعني بس أنا حسيت بالظلم في حاجة واحدة، إن أنا في السنة اللي أنا مشيت فيها، أنا طبعا كنت مضى 3 سنين لعبت 2 سنين بس في النادي الأهلي، لما مشيت أنا كنت تعورت في نص الموسم لما مستر مانويل جوزيجا لعبت معه أول ماتش، وبعد كده جالي غضروف وعملت العملية وخلاص وجهزت وبقيت تمام، بس ما خدتش الفرصة إن أنا أرجع والموسم انتهى ومن غير بدون ما انا اشارك في النص الثاني طبعا، فدي كانت بالنسبه لي يعني سببت لي حاله مش كويسه بالظبط كده يعني فحسيت ان انا اتظلمت يعني. ازاي كان من النادي الاهلي ولا من مانويل جوزيه؟ لا مستر مانويل كان راجل محترم جدا بصراحه معايا والحمد لله تربطنا بيه علاقه قويه، لما بنتقابل في اي مكان يعني الحمد لله بيرحب بيا بشكل محترم جدا. يمكن الاداره في الوقت ده كان لازم يحصل تجديد او حاجه زي كده، واحنا كنا في الفتره دي كنا اكبر ناس في الفرقه فاعتقد ان الاختيار وقع علينا يعني لكن انا زعلت ان انا مشيت، الناس كلها افتكرت ان انا ماشي باصابه ولعبت انا بعد الموضوع ده حوالي 5 سنين يعني 5 سنين بدون اي جراحه ولا اي اصابه ولا اي حاجه ده اللي كان مزعلك مزعلني يعني.